مش عارف مين، هي العمليه كلها هنفضل دايرين في نفس هي نفس الدايره مع كامل الاحترام لكل المدربين المصريين. يعني احنا بنتكلم بره اطار تقييم المدربين، ولكن بنتكلم في اطار ان الدايره هتفضل تلف في دايره يعني مفرغه، بمعنى صح مفرغه مغلقه. نفسي 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 مفيش خطه، الناس تطلع تتكلم ان احنا هنبدا على الاقل هنبدا نحط خطه ان احنا خلال مثلا شهرين الجايين، لا يا جماعه احنا هنعمل مؤتمر صحفي وهنعمل فيه خطه لمستقبل مصر ل 2030. انا ما بتكلمش انت، وخلي بالك بعض الناس بتستسهل برضو، ان وارد جدا ان كاس العالم 2026 يكون فيه 9 منتخبات افريقيه، وبالتالي ده ما يديش بقى احساس انك إنها تبقى لا ده احنا كده كده واصلين. لا لا, لا 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 احنا صعدنا لما كان منتخب ما ياخدوا من افريقيا 2 وما صعدناش هم 5، يعني اخر مش اخر مره سنه 90 لما حضرتك كنت موجود كان 2 بس، مصر والكاميرون اتاهلوا من القاره الافريقيه. لما بعدين زادوا بقى 3 وبقى 4 وبقى 5 احنا اتاهلنا طبعا سنه 2018، لكن مثلا المره دي كتير جدا ما اتاهلناش وهم 5، فمش شرط يبقى مش عايزين يعني مش عايزين نغمه لا بقى احنا بقى يعني 2026 يا جماعه ده في 9 من افريقيا بقى. فالموضوع يعني سهل خلاص سهل ويبقى سنتين بعد كده، فيبقى لو اتطبق طبعا ان شاء الله ما يتطبقش فتبقى عمليه سهله. لا طبعا الكلام ده مش منطقي، ده هو حتى دي حجج الفاشلين بكل امانه، دي حجج الفاشلين حتى في الاختيارات يا كابتن. لما تيجي مثلا ايام الـ قبل كيروش كان مثلا كابتن حسام البدري، التوازنات اهلي زمالك، معاه واحد اهلي وواحد زمالك، جاب واحد زملكاوي يبقى المره دي معاه واحد اهلاوي، طالما انت حسبت كده حتى على الموضوع يعني منتهي. بكل امانه حتى على مستوى الاجهزه الفنيه اللي بتدير المنتخبات، يعني بالزبط. دايما بيكون في حسبه كده مش على اساس الكفاءه او على السي في. كل المدربين في العالم خلي بالك نقطه مهمه جدا، اهم مدربين العالم هم اللي في قطاع الناشئين، لانه اللي بيأسس هو ده اللي بيأسس. صحيح هيجي على الفريق الاول، ده الراجل بتاع المنتخب الفريق الاول بيشتغل شهر في السنه. صحيح. وبالتالي الاساس هو اللي من تحت، وده لازم نتكلم وهنفضل نتكلم فيه نفضل نزن فيه لغايه الناس ما تشتغل. يعني اهم حاجه نرجع بقى لسؤال حركة الاولاني، كيروش يبقى ولا يرحل؟ وانا والله بالنسبه لي مش مهم يبقى او يرحل، المهم بيبقى في استراتيجيه، ادونا خطه ولياتي من ياتي. مدير فني طالما في خطه خلاص، اصل هو انت زي النادي الاهلي كده، يعني مش عيب ان احنا نضرب مثال حتى بالنادي الاهلي. صحيح. حتى لو احنا في قناته ان الاداره ما حدش بيتكلم على الاداره، ان سيستم ماشي لوحده خلاص، مش هيطلع كل يوم محمود الخطيب يقول كذا كذا، اصل مش عارف. لا خلاص مش محتاج حد يقول، هو السيستم ماشي لوحده. جاء محمود الخطيب، بعد محمود الخطيب، قبل محمود الخطيب، ايا كان تملي تلاقي ان اداره النادي الاهلي مميزه. ليه؟ لان هي خلاص هو في سيستم محطوط وبيمشوا عليه، سقف مرتبات مش عارف ايه، فتلاقي على طول الوقت ده موجود في النادي الاهلي. انت اديني خطه او اديني استراتيجيه في اداره المنتخب او في مستقبل المنتخب وخلاص. مستقبل الكره المصريه تديني خطه، وخلي بالك مش بالتبعيه انها لازم هتحط خطوط عريضه وخطه طويله الاجل. في طبعا متغيرات في كره القدم، فما فيش مشكله انك خلال سنتين ثلاثه تقول والله لا انا هشيل جزئيه وازود جزئيه، عادي جدا طبيعي. ما فيش مشكله انك ربنا بيكافئ المجتهد، لكن ما فيش عندك حاجه اصلا الاساس لازم يكون موجود. يعني انت حتى في منتخب في كاس الامم الافريقيه، منتخب مصر ظهر اول 3 ماتشات في دور المجموعات، ده غير اللي ظهر تاني من اول دور 16 لما واجه بقى كوت ديفوار والمغرب والكاميرون والسنغال. ده منتخب وده منتخب، ده نتيجه ايه؟ هو اجتهادات لعيبه، استنفار لعيبه. واحد زي ابو جبل لما جات له الفرصه بيحاول يعبر عن نفسه فتمسك بالفرصه وظهر بشكل جيد جدا، هو استنفار لعيبه مش اكتر من كده. عايز برضه اكلمك في نقطه برضه مستغربه جدا، دايما هتلاقي حتى مباراه مصر امام السنغال هنا في القاهره ومباراه السنغال ومصر في داكار، هتلاقي دايما الناس بتتكلم على افضل لعيبه على مستوى الماتشين. هتلاقي الشناوي، ياسر ابراهيم، دفاع حمدي فتحي، فتوح هنا في المباراه، امام عاشور، ياسر ابراهيم كان راجل، امام عاشور لما نزل. طيب فين النص الاوائل يعني اللي قداماني ده فين الهجوم؟ بالظبط. فدي نقطه كمان مهمه، الجون جاي كده يعني اجتهاد طبعا من محمد صلاح، لكن جاي كده برضو يعني تخبيط وخبطت ودخل. ما فيش حاجه يعني، انت ما عندكش يعني مثلا في المباراه الاخيره بتاع دكار لولا بس الفرصه بتاعت زيزو اللي هو كان اجتهاد شخصي برضو منه ان هو قدر يعدي 2 وشاطها خلاص لم يحالفه التوفيق فيها، لكن وبرضو ضربات الترجيح برضو مش عايز اقول ضربات حظ في النهايه وفي الاول وفي الاخر توفيق وعدم توفيق، لكن انت ما عندكش حاجه. هو اللعيبه ان ياسر ابراهيم يجتهد وربنا يوفقه طبعا ان هو يطلع كرة بشكل كويس، ان الشناوي يشيل كرة، كلها اجتهادات شخصيه مش اكتر. طب انا هاخدك في سؤال تاني، هل زي ما انا قلت يمكن كيروش هو عنده سيستم، هو الراجل بيلعب 4-3-3، حتى بيلعب 3 فلات ما بيلعبش 3 يعني مثلث. كنت لسه بتكلم، مش كان من الطبيعي ان هو
يشوف امكانيات اللعيبه، وزي ما بقول يمكن ده متاخر شويه، لان طبيعي جدا اذا كان منتخب الشباب او منتخب ناشئين او منتخب اولمبي لازم يلعب بطريقه المنتخب الاول. يعني المنتخب الاول كان بيلعب 4-2-3-1، هنلاقي المنتخب الاولمبي كان بيلعب 3-4-3، دلوقتي منتخب الشباب بيلعب 4-2-3-1. وبالتالي لما جه كروش، هل كان من الافضل انه يشتغل على نفس السيستم او يشوف الادوات اللي يستفيد بيها بشكل اكبر؟ لا، انا 4-3-3، لان 4-3-3 ليها مشتقات كتيره جدا. تمام. وما عندناش بصراحه لسه القدره ان احنا نلعب باتنين بوكس تو بوكس، يعني يبقى في سته واتنين من نص الملعب رايحين جايين عشان الزياده الهجوميه. لا، ده احنا بنلعب فلات، وبالتالي كل نص الملعب عندنا عنده ميزه دفاعيه اكتر من الميزه الهجوميه. انا شايف ان كروش كابتن كان عارف قدرات لاعبتنا، بالدليل ان هو مثلا في المؤتمر الصحفي عقب مباراه السنغال هنا في القاهره كان بلسان حاله بيقول للصحفيين دي القماشه اللي عندي، يعني هو كان ادرى الناس بالقماشه اللي عنده بقدرات اللعيبه. عشان كده هو حتى كانت ردوده على الصحفيين لو حضرتك تتذكر كان داخل معاهم في كلاش، بس هو عايز يقول لهم يا جماعه، يعني قال لهم في مره انا مش عارف كام سنه، 30 سنه تدريب، ما حدش تدخل 40 سنه، ما حدش تدخل في امور الفنيه، عايز يقول دي القماشه بتاعتي. يعني يا جماعه انتوا دي القماشه، انتوا شايفين الفرقه الثانيه عامله ازاي؟ احنا انت شايف ده صح ولا كان؟ مش هقول ان احنا كنا لازم هنوصل على حساب السنغال واحنا هل كان في بعض الاخطاء بالنسبه للشكل العام لمنتخبنا؟ هل ممكن كنا نظهرنا بشكل افضل لو في عنصر زياده؟ الناس بتتكلم على زيزو. بالظبط، بنتكلم بنتكلم على قفشه. زيزو ليه يقعد؟ طبعا مع احترامه طبعا للمدير الفني، هو اكيد ادرى الناس بلعبته، لكن مثلا واحد زي زيزو لما نزل عمل الفرق معاك، شد الفرقه كمان. انت كنت الفريق المنافس هو اللي بيتوتر كل ما الوقت يعدي. يعني الشوط الثاني هم تسيدوا تقريبا الشوط الاولاني، انت الشوط الثاني انت اللي ظهرت بشكل افضل. ليه؟ لان هو خلاص هو بقى متوتر. ده كان في الوقت ده كان دورك انت وبالفعل هو نزل زيزو، ونزل وزيزو عمل ربكه لمنتخب السنغال ولاعيبة السنغال الوسط والدفاع بصراحه، وهددهم، وكان عنده الفرصه الحقيقيه يمكن الوحيده لمنتخب مصر. طب انت ليه ما عملتش جام الاول؟ يعني كان المفروض طبعا يعمل كده، خلاص هو الكلام بقى اشبه بالبكاء على اللبن المشكوب، ملوش قيمه خلاص. كانت صدمه بالنسبه لنا، وخلي بالك كمان كان في ايطاليا صدمه كبيره جدا.